ان شاء الله ما تشوفون شر حجي. الله يصبركم، كنا على هالطريق. الله يرحمها برحمته الواسعة. حقك هي رفيقة الدرب حاسبي. ايه يا رب الله يصبرك على فراقها. الله يرحمك يا الحجي، هي كانت هي روحي وبعد راحت روحي، ها تدرون بي ايش قد وفي؟ تدرون لو ما تدرون بي انا؟ ندري. أخ يا الحجي ما انساك ما انساك طول العمر. الله يرحمها الله يرحمها. اي والله عاد انا وصيتهم ما بعد تدرون بي قلبي وفي. عافية عليك، وصيتهم يبنون القبر. لا قبر بنوه خلاص بعد شكل اليوم بنوا له قبر. لا ما انا قلبي وفي فوصيت قرايبنا. وصيت القرايب يثوبوا لها غير؟ لا وصيتهم يدورون لي مرة. شنو مرة حجي مرة شنو؟ يا حجي مرة يدور. حجي فاتحة بعدها ما مخلصة. ايش تلبى حد فنتها؟ طبعا ما تشوفني انا لا باك نسيتها الحجية. لا ما ناسي، اريد واحدة بمكان. اي والله ما انسى ما انسى الحجية ابدا ما انسى. اباك ما اشوف بعد وش سويت بين بعد؟ شققت شقق على الحجية. هاي كلها ما انا شنو؟ اريد واحدة تجي تواسيني. ما انا قاعد فريد واحدة تجي تواسيني فلازم اتزوج حتى واحدة اعتقد الحاج يقصد على مود الاولاد يريد يتزوج. لا لا اي اي صدق اي عمود الاولاد يعني شنو ايش اللي بالزواج انا؟ انا بعد ما نسوان بعد ما اريدين بس على مود الاولاد. انت مو كلهم متزوجين اولادك شنو ايش فيك حجي؟ ها؟ هذيك اظل بوحدي بالبيت قاعد طحت متت غيرك وحده قاعده يمي هذا شو اسمه؟ ابى على مودهم مو على مودهم هو يريد يتزوج. اقول لك هاي جوارينكم اكو وحده رجلها ميت من 5 سنين ما ادري ايش هتشوف اياها. ام ورده يقصد ام ورده. ها اي اي اسمها اي هي اي شوف تزوجت قبل شهرين؟ لا تزوجت مع الاسف. عاد انا اول ما تمرضت الحجيه حطيت عيني عليها. لا يا نبي اقول لك هذا قرايبكم شو اسمه عبد القدوس ايش بيه؟ قد بنتها هاي هم يعني اشوف نوبات. لا لا حجي لا قد بنتك هاي لا اسال عليها عوفها. ليش انا عمك قاعد ايش بيها؟ ترى بعدني بحيلي. اي والله بعدني بحيلي بعدني ولد. ها شوف ايش حالات حجي يا بحيلك صديق كذا بتلقاها حماتك نسمعها واحنا ببيوتنا. هلا يا مرحبا الله يخليك يسلمك هلا مرحبا. اقول لك لا بس انا اتذكر علي هاي بنت عبد اذا زينه وتوافق حتى اخطبها الاسبوع الجاي ان شاء الله. اروح ناخذ مش حبيبي حجي يكرم ربي العجي. تفضل تفضل. ها اوكي شو بخابره شيء؟ لا شخابره حجي قلت لك قد بنتك. اه اي اوكي اوكي الوالده الله يخليها لكم ان شاء الله. ايش بيها؟ ايش بيها الوالده ترى ابوي بعد عايش. ادري يا ما ادري انا اجى قبل شويه وقرا الفاتحه شلون ما بس هي قبل شويه الله يخليها من اجت كانت وياها مره هيك نص عمر ما تجيب لي معلوماتها. ترى عيب عليك حجي عيب اذا واحد يريد يخطب مو يعني مو بهالطريقه هاي. شلون يخطب؟ راح اشوف لك بعدين هاي ام سلمان الخطابه اللي بمنطقتنا. بعدين ليش هسه خابرها؟ حجي الوادم جايتك تقرا فاتحه ايش بيها؟ عادي ايش مساعدتك خابر 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 خلا خابرها خلا خابرها ونخلص من هذا الموضوع. خابرها اي شو نسوي؟ اقول لك هاي قرايبكم الثانيه عوف قرايبنا قرايبنا كلهن متزوجات خوش وانت تعال ترى قبر مرتك ما نشف وانت تدور مره ايش بيك؟ ما يا الحجي كلها تذكرني انت شويه بالحجيه. الو ام سلمان الله يسعدك عيني شلون ان شاء الله؟ قول اريدها اكون طويله شوي. اي اي اكو رجال من جم وريد اكون بيض الحجي اسمرك كانت بيض بيض اكو رجال من جماعتنا مرته متوفيه ويريد يخطب مثلا. اي اي صح صح عندك مره مو؟ اي بس كون صغير. تقول ايش قد عمرك؟ ها اي اقولها هو عمره 70 بس ماشي بال 25 يعني 70 بس ماشي بال 25 احكي صدق. انا عمري عمري 37 شنو؟ اقلبوها شلون؟ 73 73 73 حجي احكي الصدق شنو؟ 73 73 خلاص بس قلها شنو؟ ما مبين عليها اذا تشوفينها تقولين عمرها 40 ها اي الله يرحمك. هو 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 مرته توفت صار لها هواي ما راح توفت. ايه كلش وافي مبين. ايه قلبه وافي كلش كلش لا قلبي ما يطيني. اي تعرفين الحجيه؟ اي نعرف الحجيه المرحومه. ايش بيه مستعجل هذا الرجل؟ يعني اتزوج عليها بحياتها تقبل هي تقبل اتزوج عليها بحياتها فوق ما محترمها ماتت يلا تزوجت عليها. حجي ايش بيك اصبر لك 3 شهور 4 بعدين تزوج؟ شو لازم عده 3 شهور 4 بعدين انا حتى لو هسه لقيت لي مره ما تزوج قبل 7 هاي العايزه. اي طبعا ما تزوج قبل 7 ايش عندي؟ ناس تاكل وجهي.
نقول ام صبيح تفيده؟ لا ام صبيح شو اسوي بيها؟ مره اكبر مني شو اسوي بيها؟ ايش عنده طالب الكليه؟ عجزت تريد لك وحده تداريك تقبل باي وحده؟ اسكت هسه نحصل لنا وحده صغيره. اي شعرها كون شنو شعرها؟ اريد اكون اللهنه شعرها هيك اللهنه كون اشقر. تقول ما طول هو وفي اي للحجيه اي عندي وحده تشبه الحجيه كلش وحتى بنفس عمرها. لا لا حجية كل ما اشوفها امشي على الحجيه كل ما اشوفها هي ترضاها اضق ذي ابو واجي طول عمري. قلها شنو اريد؟ كون مو يم الحجيه خير شر الحجيه هيك هي هيك. انا ما صدقت خلصت وايدي تجي وحده يا الله. اي تقول لك وحده عمرها 45 اي هاي زين اي مو كان اكبر منك بثلاث سنين انشب اي 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 تقول رجلها متوفى قبل سنة اي وهي عادي هسه تتزوج. رجلها ميت قبل سنة وهي لا عمي ما اريدها. ليش؟ يقول لك رجلها ميت صار له سنة وهي مرة ولا تستحي ما تستحي لا تخجل تتزوج. رجلك ما صار له سنة من مات تريدين تتزوجين هسه؟ ما اريد هاي ما اريد. اي والله هاي مو وفية. اي والله مو مثل قلبي. حجية ما راح انساك والله ما راح انساك قلبي وفي. صادق صادق انت. ما عاد وحدة ثانية. Yeah.